الرئيس السيسي يؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية ويثمن ما تشهده الشراكة الاستراتيجية من تطور إيجابي. مدبولي يختتم جولته بمدينة العالمين الجديدة ويؤكد دعم الرئيس السيسي لإقامة نشاط صناعي موسع بجانب النشاط السياحي والسكني. فرق الإنقاذ المغربية تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر وتأهب لانتشاله. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تعزيز التعاون المشترك وتحقيق شراكات استراتيجية شاملة محاور ارتكزت عليها مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. مباحثات شهدت تأكيد الجانبين على الطفرة النوعية في العلاقات بينهما ورغبتهما في نقلها لآفاق أرحب. المباحثات تأتي في إطار زيارة الرئيس السيسي لبكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تلبية لدعوة خاصة من نظيره الصيني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين، حيث ثمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، مؤكدا أن الصين تولي لعلاقتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي. في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات. هذا وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمر خان والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر. كما أجرى سيادته مباحثات جانبية مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة. وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط مصر بعلاقات وثيقة معها امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين. حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين، خاصة في ضوء ما شهدته هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي.
تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي واصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي. الزيارات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات، ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتجلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين، انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر. وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين. قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016، ثمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة. وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس. وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين، حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي. وفي ظل الوباء الذي اجتاح العالم، سارعت مصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة. وعلى إثر ذلك لم تنسى الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة، فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين. تمتلك مصر والصين علاقات اقتصادية متميزة في ظل التواجد القوي لبكين في السوق المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. هذا وتعد الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة، حيث استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة. وشدد مدبولي على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته. كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا، واطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما شديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بمدينة العالمين الجديدة، جنبا إلى جنب مع النشاط السياحي والسكني الذي تشهده المدينة. وشدد مدبولي على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية لبدء تشغيل المصانع واستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات، مؤكدا على أنه يتم تنفيذ عدد من المزايا التكاملية لجذب المستثمرين واستمرارية مشروعاتهم. وفي ختام جولته بمدينة العالمين الجديدة، تفقد مدبولي مشروع الحي اللاتيني المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد أحد نماذج الوحدات التشطيبية. افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل أبو شوشة مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهالي سيناء. وخلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء، أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن القوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء، مشيرا إلى ما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة، وذلك بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. هذا وأعرب شيوخ وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء سيناء وصولا لإحداث التنمية الشاملة بها. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير الماضي، شملت عددا من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية. يأتي ذلك إيمانا من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع المصري، حيث تم تنفيذ زيارة لممثلي جامعة عين شمس لمراكز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة، وزيارة أخرى من جامعة دمنهور لأنفاق الثالث من يوليو، فضلا عن تنظيم زيارة لمديرية الأوقاف بدمياط للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بدمياط لمدينة العالمين الجديدة، وكذلك تنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر
28639 قضية تامونية متنوعة، وغلق 22722 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق، إضافة إلى ضبط 5532 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 29925 أرجيلة، كما تم ضبط عدد 230949 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 41145 قضية تموينية متنوعة، من بينها 766 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 130 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,843,420 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 379 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 147 طن و67 كيلو، وضبط 70 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 860,340 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 20,415 من قائد المركبات بالطرق، تبين إيجابية عدد 1,182 منهم، كما تم المرور على 905 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,886 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 17 سائقا منهم، كما تم فحص 3,794 مركبة تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 1,940 سيارة و 214 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 80,419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 348710 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,093,084 جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1097 قضية، من بينها 617 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، كما تم ضبط 480 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 44127 مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 116 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية 518,577,561 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8,289 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 19,043,285,624 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26,453,622 جنيها.
يمثل وزير الخارجية سامح شكري مصر في اجتماعات الدورة 35 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا. تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ، فضلاً عن التكامل الاقتصادي والاندماج القاري. وعلى هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بحث مستجدات الشأن الفلسطيني. وخلال اللقاء أكد شكري موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي بأديس أبيبا جلسة نقاشية بمقر الاتحاد الإفريقي تمهيدا لإطلاق سلسلة من الفعاليات التي تعتزم تنظيمها خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. ركزت الجلسة الأولى على التعريف بأولويات الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ، حيث أكد السفير محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الإفريقي الأهمية التي توليها القارة الإفريقية لموضوعات تغير المناخ باعتبارها القارة الأكثر تضرراً من تبعات تغير المناخ والأقل نسبياً أو تسبباً فيها، مشدداً على حرص مصر على إحراز تقدم في كافة مسارات التفاوض الخاصة بتغير المناخ. وإلى الشأن العراقي، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة لا تخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من أحد، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي، حيث شدد صالح على الحاجة لمراجعة جديدة لمجمل الوضع السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد يدعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس جمهورية وحكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الخلافات السياسية يجب ألا تصل إلى الأساس في بناء الدولة، مشددا على أن هناك فرصة كبيرة أمام العراق للنهوض بكل المستويات. كما أشار الكاظمي إلى التحديات التي تواجه بلاده، مشددا على أن هناك رغبة دولية بوضع العراق أمام الاستثمار الاقتصادي. هذا وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق على أعتاب مرحلة جديدة وعلى أتم الاستعداد ليكون قبلة للمنطقة والعالم. كما شدد الحلبوسي على ضرورة أن يكون هناك تداولا للسلطة دون تهديد، مشيرا إلى أن البرلمان أصبح أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة. تقترب السلطات المغربية وفرق الإغاثة من إنقاذ وإخراج الطفل المغربي ريان في ظل تواجد مروحية طبية وفريق طبي متخصص يتولى إخراج الطفل حفاظا على صحته. وتواصل فرق الإغاثة جهودها المضنية لإنقاذ الطفل ريان العالق لليوم الخامس في بئر في شمال المغرب في سباق محموم مع الوقت وبالتوازي. تواصل خلية الأزمة المغربية والتي تعمل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للطفل، مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة. لبيك لا شريك لك.
انطلقت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائرية الغرفة الثانية للبرلمان عبر جميع الولايات الجزائرية، والتي يصل عددها إلى 58 ولاية. وكانت السلطات الجزائرية المستقلة للانتخابات قد أعلنت تسجيل نحو 475 مترشحاً لاختيار 68 عضواً جديداً في هذه الانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون. يذكر أن الرئيس الجزائري استدعى في 22 من ديسمبر الماضي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة طبقاً لأحكام الدستور الجزائري. التاسعة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. في سابقة في الاتحاد الأوروبي، النمسا تبدأ تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين. بدأت النمسا في سابقة في الاتحاد الأوروبي تطبيقا إلزاميا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاما تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة. ودخل القانون حيز التنفيذ اليوم بعد أن تم اعتماده في 20 من يناير الماضي في البرلمان. ورغم هذا الإجراء لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت دون المستويات المسجلة في فرنسا وإسبانيا حيث بلغت نحو 70% من السكان. وفي النمسا يتم منع غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية، هذا ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين باستثناء الحوامل ومن أصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يوما، ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية. أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن جائحة كورونا بدأت تنحصر في فرنسا لكنها لم تختفي بعد. هذا ودعت الهيئة الفرنسية إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية على الرغم من تباطؤ وتيرة تفشي الوباء وتراجع معدل الإصابة بنسبة 8%. وذكرت الهيئة أن مؤشر متابعة انتشار الوباء يشير إلى ارتفاع في الإصابات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما في غالبية المناطق. أعلنت الحكومة اليابانية التبرع ب 20 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى 7 دول ناشئة من أجل المساعدة في مكافحة جائحة كورونا. كما ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم 11 مليون جرعة إضافية إلى 13 دولة من خلال مبادرة كوفاكس. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 124 مليون دولار ل 59 دولة لتحسين سلسلة التبريد الخاص بنقل اللقاح. سجلت هونغ كونغ 351 إصابة بفيروس كورونا، في زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية منذ تفشي الجائحة. وتوقعت وزارة الصحة بهونغ كونغ زيادة الإصابات بشكل كبير بعد عطلة السنة القمرية الجديدة بسبب زيادة التجمعات الأسرية والاجتماعية. وصارت هونغ كونغ وهي مركز مالي عالمي واحدة من أكثر المدن المعزولة في العالم، مع انخفاض الرحلات الجوية بنحو 90% بسبب قيود فيروس كورونا الصارمة وغلق المدارس والملاعب. ذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. يأتي ذلك قبيل زيارة لماكرون لموسكو هذا الأسبوع للمساهمة في نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا. وقال البيان إن ماكرون شدد خلال الاتصال الهاتفي على الحاجة لمواصلة الجهود لإيجاد سبيل للحوار وخفض التصعيد، مؤكدا ضرورة احترام المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي.
أفاد المتحدث باسم الجيش البولندي ببدء نقل التعزيزات الأمريكية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي الأوكراني. وأوضح المتحدث باسم الجيش البولندي أن طلائع الجنود وصلت إلى المطار في جنوب شرق البلاد، مضيفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأمريكية قوامها نحو 1700 جندي ستصل قريبا. أكدت وزارة الدفاع الكندية إرسال مساعدات عسكرية غير فتاكة إلى أوكرانيا لدعم قواتها. وذكرت الوزارة في بيان لها أن إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا يأتي في إطار ما أعلنت عنه كندا مؤخرا من دعم فوري لكييف، مضيفا أن المساعدات تتضمن معدات للحماية الشخصية ومعدات للاستطلاع والمراقبة. بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مع نظيره الفرنسي بحث التطورات الأخيرة على الحدود الروسية الأوكرانية. وأوضحت الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الجانبين أكدا دعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الكاملة والالتزام بمواصلة مسار الحوار مع روسيا والحفاظ على الجبهة الأوروبية موحدة في تحديد رد مشترك في هذا الشأن. ومن جانبه أعرب أيضا عن أمله في رد إيجابي من جانب موسكو على استعداد الحلفاء لبدء حوار جاد وملموس لحل الأزمة، مؤكدا ضرورة العمل على تجنب دوامة التصعيد التي من شأنها تقليص هوامش السياسة وإضعاف المبادرات الدبلوماسية. بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا التعزيزات العسكرية الروسية على طول حدود أوكرانيا والخطوات التي تتخذها كييف وواشنطن لتشجيع موسكو على اتباع الدبلوماسية لضمان الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني ديمتري كولييبا. وخلال الاتصال أطلع بلينكن كولييبا على مشاركته الأخيرة مع نظرائهما الروس، والتي أكد خلالها استعداد واشنطن لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين. وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، ومشددة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة. ذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعالية مؤتمر مصر تستطيع، والتي تحمل عنوان مصر تستطيع بالصناعة. وخلال لقائها الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم الحرص على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج بما يحقق أفضل النتائج في المشروعات القومية. تأتي تلك الزيارة أيضا في إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع المحاور الرئيسية الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. أعلنت وزارة الصحة استقبال نحو 338,800 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا مقدمة من ألمانيا، وذلك بمطار القاهرة الدولي. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
وأكدت الوزارة أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات في جميع المحافظات. وأشارت وزارة الصحة إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية لخمسة آلاف مواطن بالمجان في محافظة البحر الأحمر ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر. وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم عقد 83 ندوة تثقيفية إلى جانب 210 لقاءات للتوعية المجتمعية من شخص لشخص، وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد. نظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي 18 بعنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي. ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، وهي ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي، ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي، والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي، وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار. النهاردة بنطرح القضية بشكل أكثر عملية وأكثر تشاركية مع بعضنا البعض. احنا بنؤمن ان محو الأمية او تعليم الكبار ليس محو الأمية فقط، تعليم الكبار هي عملية مستمرة من التعلم ومن تعزيز الثقافة ومن تحسين الوعي الزائف ومن اتجاهات صحيحة للمجتمع ومن الرقمنة. فيعني بناخد منظور تنموي للتعامل مع قضية تعليم الكبار، بنركز على الفئة العمرية من 15 ل 35، وهو السن اللي لسه موجود فيه شباب، اللي بيعزز كل مكان أكثر تعليما حيبقى أصبح وعيا أكثر تفهما للآخر، أقل تطرفا في الفكر. فالنهاردة بنتكلم على قضايا مرتبطة أيضا بالأمية زي قضايا العمال، عمالة الأطفال، الزواج المبكر، الزيادة السكانية. نحن النهاردة بنتكلم على مفهوم أوسع لتعليم الكبار، بنتكلم على محو الأمية الهجائية، بنتكلم على محو الأمية الحضارية، بنتكلم على محو الأمية الرقمية. ويمكن التوجهات الجديدة اللي بتنشطها مصر الآن في مجال محو الأمية وتعليم الكبار كان نتاجها أن مصر تفوز بجائزة اليونسكو العالمية في مجال محو الأمية لعام 2021. هذا الموضوع بيأتي مواكبا للجمهورية الجديدة، إزاي نحن نطور من مفهومنا عن تعليم الكبار. تعليم الكبار ليس هو محو أمية فقط، وإنما تعليم الكبار هو مهارات حياتية وتقنية وتكنولوجية. بنقدر نحن فعلا بنسهم كتربويين وباحثين في مجال تعليم الكبار في مصر والوطن العربي، إزاي فعلا نحن نقدر نحن نعمل نوع من أنواع التشبيك والتكامل بين المؤسسات كافة، علشان في الآخر نقول إن إحنا بنستثمر في البشر. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه أمام جمهوره في دورته 53، وذلك على أرض مصر أو مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة. وانطلقت فعاليات المعرض يوم 26 من يناير الماضي وتنتهي في 7 من فبراير الجاري، وقد حلت دولة اليونان كضيف شرف لهذه الدورة. يومان ويغلق معرض الكتاب في نسخته 53 أبوابه أمام عشاق القراءة والثقافة والمعرفة بعد وجبة دسمة من العلوم والكتب والندوات التثقيفية والإبداعية. بحب أجواء المعرض، يعني بحب أجي أتفرج على الكتب وأعرف القصص اللي موجودة في الكتب، إن أنا أشتريها عموما لما تعجبني القصة، ويعني بحب تنظيم المعرض الجديد أحسن طبعا. إحنا بنيجي المعرض كل سنة، حريصين إن إحنا نيجي المعرض، بيشوف كل كتاب تعجبنا أوي الأجواء بتاعة المعرض نفسها. طبعا هنا بقى في تلاقي اختلاف في الكتب كتير جدا، وتلاقي الثقافات هنا مختلفة، وتلاقي في كل قاعة ثقافة غير الثقافة، تقدر في تنوع كتير جدا وكبير جدا في الكتب. وبالتزامن مع فعاليات المعرض المتعددة، شهدت قاعة ضيف الشرف حضورا بارزا لمناقشة كتاب سنوات الخمسين للكاتب الراحل ياسر رزق، الذي قدم خلاله شهادته على أحداث مصر في فترات من أهم وأصعب فترات الوطن. الأستاذ ياسر رزق أعتقد أنه يصنف كواحد من أهم الكتاب السياسيين، وواحد من المحللين للمشهد بشكل كبير. تشرفت على مدى سنوات طويلة في صداقة خاصة بالأستاذ ياسر رزق رحمه الله،
وأرى أن مشروع التنوير لياس الرزق هو أكبر بكثير من عمره الزمني. الأستاذ ياسر طبعا زي ما كل المشاهدين الكرام عارفين كان شخصا استثنائيا في الصحافة والوطنية والمهنية، كنا نلقبه دائما بمروض الكلمات. الأستاذ ياسر كان واحد من أشرف وأنبل الصحفيين اللي ممكن تشوفهم الصحافة المصرية في مصر. كان معرض الكتاب قد شهد خلال اليومين الأخيرين إقبالا متزايدا، خصوصا بعد بداية إجازة نصف العام، حتى وصل عدد الحضور خلال يومين لأكثر من 300 ألف زائر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أهمية الدور الإنساني الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مصر والشراكة المثمرة مع الهلال الأحمر المصري. جاء ذلك خلال استقبال القباج وفدا من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية فابريزيو كاربوني، حيث استعرضت الوزيرة جهود الهلال الأحمر المصري منذ بداية جائحة فيروس كورونا واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع. نظمت في محافظة الغربية قافلة طبية بقرية شرشابة مركز زفتة في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع عدد من الجهات. وتشمل القافلة على جميع التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على المواطنين بإجمالي عدد يقدر ب 443 حالة، وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية. كما تم على هامش القافلة عقد ندوة طبية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. نعم أميرة، أخبار المال والأعمال مع الزميل مصطفى ميزار، إليك. شكرا أحمد عبد الصمد، وشكرا أميرة العقدة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة من التلفزيون المصري تتابعون فيها. أعلن موقع بيزنس انسايدر أفريكا أن البلدان الأفريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة مع فرص مجزية للمستثمرين والشركاء، ووضع موقع بيزنس قائمة بأفضل الدول الأفريقية للاستثمار فيها، وجاءت مصر في المرتبة الثانية. كما أعلن الموقع على أن تقرير صادر عن رويترز يشير إلى أن الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 9.8% في الربع الأول من السنة المالية 2021-2022. كما توضح الإحصاءات المتاحة أن مصر واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي لعام 21. عقد أول اجتماع بالمقر الجديد لوزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناول الاجتماع متابعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك إلى جانب مناقشة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات. الدولة في الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة، فاحنا الحقيقة بدأنا بالفعل، ويمكن زملائي بدأوا يسبقوا في ان هو يجهزوا اللي احنا المفروض نشتغل عليه، وابتدى يبقى فيه دلوقتي تخصيص المكاتب زي ما هو معمول في الخطة وغيره. في هذا الإطار افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا محطة لتموين السيارات الجديدة بالغاز بمدينة الشروق، كما تفقد الوزير المحطات الثلاث الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أوشكت على الانتهاء.
يوما بعد يوم تستطيع خطط مضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تحقيق انتشار كبير على مستوى الجمهورية، مستفيدة من المبادرة الرئاسية والخطة الطموحة التي تنفذها الدولة، حيث تم افتتاح عدد من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. في إطار هذه الخطة القومية والمبادرة الرئاسية لزيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي التوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، فاحنا النهاردة في هذا الإطار بنفتتح أحد هذه المحطات وهي لشركة وطنية للبترول وبالتعاون مع شركة كارجاز، فبيتم إضافة محطة غاز طبيعي جوه محطة التموين بالسيارات للبنزين والسولار. تعمل المحطة الواحدة على ضخ كميات تصل إلى 12 ألف متر مكعب يوميا، ويمكنها خدمة 800 سيارة في اليوم، وتعد هذه المحطة متكاملة يتوفر فيها كل خدمات التموين بالوقود التي يحتاجها المواطنون. احنا أثناء تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل لا يتم إلغاء أي حاجة من الوقود الأصلي أو أي مكونات من الوقود الأصلي وهو دورة البنزين، لأن في بعض الناس بتعتقد خطأ أن هو طالما تم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يبقى كده تم إلغاء البنزين، لا، الكلام ده غير صحيح. وبالنسبة للمحطات في خطة على مستوى الدولة لنشر حوالي ما يقرب من 1000 محطة إن شاء الله، يعني تخلص بنهاية 31/3. في استهلاكه هو كويس، الاسطوانة بتمشي معاه 250 كيلو، الاسطوانة الغاز بتمشي، الاسطوانة الكبيرة بتمشي 250 كيلو، والاسطوانة الصغيرة يعني بتمشي برضو 200 كيلو. في البنزين بقى أنا مثلا ممكن الصفيحة ما تجيبنيش 200 كيلو. وتتميز محطات الغاز الجديدة باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين وزيادة معدلات الأمان، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة السعي الجاد لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة كهدف استراتيجي. وخلال مؤتمر جماهيري بحضور وزير الزراعة، أشار المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر والتي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة. كما لفت المحافظ إلى تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 متر مربع لكل مستفيد. برنامج الدمج المجتمعي اللي بتتبناه الدولة بالكامل، وهذا البرنامج بينم عن دمج أو تبادل الثقافات في أي مجال، يعني تبادل الثقافات الزراعية دي حاجة مهمة جدا، وليس تبادل الثقافات في حاجات فنية أو غيره، لا، احنا بنقول إن هذا الدمج دولة مصرة عليه، ويمكن زي ما قلت في الكلام أنه تم عقد أكثر من 8 مؤتمرات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء عشان نخرج بكل وزارة هتقدم إيه لمحافظة شمال سيناء عشان نضمن دمج الناس في الأنشطة المختلفة. احنا نبقى متواجدين مع أهالي سيناء، والجمهورية الجديدة دائما بتضع في اعتبارها بناء الإنسان المصري والتنمية الاحتوائية، تنمية في كل مكان وكل فئات المجتمع، فوجودنا في هذا المكان لشرفنا بالتواجد مع أهالينا في منطقة الحسنة عشان نقدم يعني بداية النماذج التدريبية والمشروعات الصغيرة لمجموعة من أهالينا، سواء مرتبطة بالبطاريات، المفرخات، الطاقة الشمسية، الأعلاف، شتلات الزيتون، الصوب الزراعية، المبيدات، الطاقة الشمسية، كل دي عبارة عن مشروعات الهدف منها هو دعم أهالينا في منطقة الحسنة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه يجري حاليا مراجعة لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات. هذا وقد أوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة ووحدات لكفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع تراجع في الدولار ليسجل المعدن الأصفر 1805 دولارات للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 679 جنيه، وبالنسبة لعيار الذهب 21 فقد وصلت قيمته إلى 793 جنيه، في حين وصل الجرام 24 إلى 906 جنيهات، وقد وصل متوسط سعر الجنيه الذهب إلى 6356 جنيه. أعلن مرسوم رئاسي أن تونس ستصدر اكتتاباً عاماً لتغطية جزء من احتياجات ميزانية العام 2022، وتأمل تونس في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في إبريل القادم للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين بالفعل. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع أحمد عبد الصمد وأمير العقدة. شكرا لك مصطفى ميزان. وفي العراق يقوم بعض المزارعين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية بين بساتين الزيتون لتوفير إمدادات الطاقة لضخ المياه والري. عمل دؤوب وببواتيرة متسارعة من أجل توفير إنتاج من الكهرباء يكفي للإنتاج الزراعي وساعات عدة من الكهرباء يوميا لمنازلهم. بعد أن كان على خط المواجهة مع إرهابي تنظيم داعش الإرهابي، قرر مزارعون عراقيون أن يحولوا أراضيهم لتعمل بالطاقة الشمسية. فأحد المزارعين قام بوضع الألواح الشمسية لتغطي 1500 شجرة زيتون في بستان عائلته لتساعد على توفير إمدادات الطاقة وضخ المياه والري، فضلاً عن توفير عدة ساعات من الكهرباء يومياً لمنازلهم. هذا المستقبل الحقيقي للعراق بالنسبة للطاقة، حتى إذا النفط مثل ما يقول النفط نضب، عندنا أساس 2000 كان نسمع بالكلية 2030 2050 النفط ينضب بالعراق. إحنا الله سبحانه وتعالى أنطانا الشمس، الشمس موجودة، يعني حتى بالشتاء هاي الطاقة الشمسية إذا أكو شمس 4 ساعات بذروة أشغل عليه كل شيء حسب الألواح. هذا الألواح مثلاً هسه عندي 91 لوحة المنظمة اليو ان دي منطتني اياها، اذا زيد الالواح ينطيني بعد اكثر. الطاقة الشمسية التي حلت محل العديد من براميل الوقود النفطي قامت بتوفير الكثير من الأموال للمزارعين رغم ارتفاع أسعارها، ولأن تكلفته تصل لآلاف الدولارات فقد ناشد المزارعون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل مشروعهم وتوسيع نطاقه. عندنا تقريبا 700 بستان بالفاضلين، 700 بستان ما زين، اللي عنده يعني حتى اللي زارع له بالبيت 10 شجرات يقدر يسويها على الطاقة الشمسية. اللي زارع من 10 شجرات 5 اكو قسم، احنا بنعرف كان وقت الصغار يعني صغار احنا ما نروح حتى على المدرسة اكو شجرتين ببيت. ويأتي المشروع الواعد في الوقت الذي يعاني فيه العراق من انقطاع الكهرباء لبضع ساعات كل يوم، وسط درجات حرارة في الصيف تتخطى 50 درجة مئوية. والآن الوقفة الرياضية من التاسعة. مرة أخرى مع الزميل مصطفى ميزان. شكرا من جديد أحمد وشكرا أميرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الثانية لأخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، ونتابع فيها. اقتنص النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الأربعة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات العربية المتحدة بفوزه على مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-0 على ملعب محمد آل نهيان. سجل محمد هاني هدف اللقاء الوحيد وهدف الأهلي في الدقيقة 53 من زمن المباراة ليمنح الفريق بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال، ويضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء القادم على نفس الملعب. وقد تحدى الأهلي الغيابات المؤثرة
والتي ضربت صفوفه بسبب الإصابات ومشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر في نصف النهائي الإفريقي. إلى نهائي أمم إفريقيا، حيث يظهر منتخب مصر بزيه التقليدي في مباراة الغد أمام السنغال، ويرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت والجورب السوداء، وتنطلق مباراة مصر والسنغال في 9 مساء الغد، وذلك بتوقيت القاهرة على استاد أولمبيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. من ترويع الأفيال الإفوارية مرورا بالتغلب على أسود الأطلس المغربية وصولا إلى ترويض الأسود الكاميرونية وإقصائها من كأس الأمم الأفريقية، يتبقى لمنتخب الفراعنة خطوة واحدة على حصد البطولة الأفريقية الغائبة عن القاهرة منذ إحراز بطولة عام 2010 في أنغولا. المحطة الأخيرة في البطولة يواجه فيها لاعب منتخبنا الوطني المنتخب السنغالي في تمام 9 مساء الأحد، وسط ترقب وطموحات كبيرة للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة الذين لم يكن طريقهم إلى المباراة النهائية مفروشا بالورود قبل تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى نهائي البطولة، مسجلا بذلك رقما قياسيا، فأصبح أول منتخب في تاريخ القارة السمراء يخوض 3 مباريات مدتها 120 دقيقة قبل المباراة النهائية. 630 دقيقة كاملة لعبها المنتخب الوطني في البطولة دون احتساب الوقت بديل الضائع قبل موقعة أسود الترنجا، وسيرتفع الرقم إلى 720 دقيقة على الأقل، وهو رقم لم يصل إليه أي منتخب في تاريخ البطولة، ما يعكس الإرادة الكبيرة والروح القتالية لمنتخبنا الوطني. يعد الفوز بلقب الأميرة السمراء من خلال النهائي القوي بين مصر والسنغال أمرا غير عادي، وذلك في ظل صراع مشترك بين نجم ليفربول محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني الطامح لتحقيق اللقب القاري الأول مع منتخب بلاده. في ظل ما تشهده الكرة المصرية من نجاح باهر على المستوى الإقليمي والدولي، فغدا مواجهة خاصة تجمع بين نجمي فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في نهائي كأس أمم إفريقيا. يسعى الثنائي ثنائي الريدز لتحقيق الفوز في النهائي الإفريقي بطموح كبير بالنجمة الثامنة لمصر أو الأولى للمنتخب السنغالي. من كأس الأمم الأفريقية إلى كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث نجا تشيلسي من مأزق في الدور الرابع عندما قلب تأخره إلى فوز بهدفين لهدف على ضيف بلاموث بعد وقت إضافي. يدين البلوز في هذا الفوز للاعبيه الإسبانيين سيزار زبليكياتا وماركوس ألونسو والذين أحرز هدفي اللقاء. وغاب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا. قدم فريقه أداء متواضعا وبدا بطيئا في حركته بعد راحة لمدة أسبوعين. انتهت هذه الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة، وعودوا من جديد لاستكمال ما تبقى فيها مع أحمد وأميرة. شكرا لك مصطفى. تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان القدير عزة العليلي الذي أثرى تاريخ الفن المصري على مدار 6 عقود بالعديد من الأعمال الفنية الرائعة. ومن أبرز أعمال العليلي أفلام الأرض والطريق إلى إيلات والتوت والنبوت وأهل القمة. والآن مشاهدين مع هذه الوقفة الأخيرة لمعرفة آخر أخبار الطقس. إليك مصطفى ميزار. شكرا من جديد زملائي. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه المحطة الثالثة والأخيرة، ومجموعة من أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل في بعض الأماكن إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. هذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظة. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 10، يكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 18-11 يكون الجو بارد. في مطروح 19-9. في بورسعيد 18-10 يكون الجو مائل للبرودة. في الإسماعيلية 19-10 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 19 والصغرى 10، يكون الجو فيها مائل للبرودة. في العريش 19-11 مائل أيضا للبرودة. في طابة 16-11 وأيضا يكون الجو يتسم بالبرودة. في شرم الشيخ 21-15 يميل الجو هنا للاعتدال. أما في الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14 ويكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 9، يكون الجو معتدل. في أسوان 22-9 يتسم الجو فيها بالاعتدال. في الوادي الجديد 21-6 يكون الجو أيضا معتدل. في شلاتين 24-12 يكون الجو معتدل. وأخيرا في حلايب درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 يكون الجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا الكرام بعد استعراضنا لدرجات الحرارة نترك حضراتكم مع أهم لقطة لليوم. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية ويثمن ما تشهده الشراكة الاستراتيجية من تطور إيجابي. مدبولي يختتم جولته بمدينة العالمين الجديدة ويؤكد دعم الرئيس السيسي لإقامة نشاط صناعي موسع بجانب النشاط السياحي والسكني. فرق الإنقاذ المغربية تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر وتأهب لانتشاله. إذن مشاهدين انتهت أخبار التاسعة، ولا يتبقى سوى الانضمام إلى هواء التاسعة المستمر مع يوسف الحسيني. حبيبي يا أبو حميد، عاش من شافك. ازيك يا أمير، عاملين إيه؟ يسعد مساك دايما بالخير. كله تمام. يا رب أسعد الله مساءكم. يا رب بتاعك. أمنياتك للمنتخب بكرة إن شاء الله. لا هو دي فيها أمنيات، إحنا إن شاء الله كسبانين بإذن الله. يا رب ربنا سبحانه وتعالى كبير، هنكسب وزي ما برضو الاهلي النهارده كده كسب ورفع راس الكره المصريه، برضو نهني الاهلي برغم ان انا زملكاوي بس تمام. وانا زملكاوي. الشدائد دايما يعني بتبان عزائم الرجال، ويمكن ده اللي عودنا المنتخب عليه في الثلاث مباريات الماضيه، وان شاء الله اتفهم هتيجي. شكرا ليك يوسف، ننتقل الى هواء التاسعه معاك. الف شكر ليكم وشكرا لكل صناع التاسعه، ونستاذنكم نبدا فقراتنا.